أيها السائق، أنت على موعد مع تدابير جديدة على طرق الأسبوع المقبل. قانون السير الجديد في لبنان يدخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع المقبل. تتواصل المرحلة الثانية من قانون السير والقوى الأمنية تباغت المواطنين على بعض الطرق. أين أصبح إقرار وتنفيذ قانون السير الجديد؟ مواكبة لتطبيق قانون السير الجديد، ورغم إطلاق صفارة الانطلاق لبدء العمل بقانون السير الجديد، ستبقى بعض مواده غير قابلة للتطبيق وليكن عينة منها. الله من عالم يحترمي حالة، ما شاء الله. شو بدي يحكي الواحد؟ أنا دائما بقول فليقارنوا ظروفنا بأدائنا، لا أدائنا أحسن بكتير، أحسن بكتير بكتير من الظروف اللي إحنا عم نعيشها.